افتتح معرض للتصوير الضوئي في القاعة الأثرية بمطرانية الروم الأرثوذكس في حمص القديمة ضمن فعاليات ملتقى الثقافة والإعلام، وحملت الصور الملتقطة بعدسة 8 مصورين عناوين مختلفة عن الحياة والإنسان والطبيعة والتراث. اليوم معرضنا هو معرض صور ضوئية لعدد من الفنانين الحمصيين اللي عم يشاركوا بالمعرض، واللي هي إضاءة على أعمالهم الفنية اللي عم تكون من خلالها عم نترخ لذاكرة المدينة، إضافة للعمل الجمالي والفني اللي عم نشوفه باللوحات. نحن بملتقى الثقافي مع جريدة حمص بالتعاون عم نقوم بعدد من الفعاليات لنعيد الحياة الثقافية لمدينة حمص. شارك معنا 8 مشاركين منهم هواة ومنهم محترفين بالمعرض، أعمال مختلفة بتحكي عن الطبيعة، بتحكي عن الحياة، بتحكي عن المجتمع. كل مشارك أخذ نظرته الخاصة بكاميرته الخاصة بأدواته الخاصة. فن التصوير صار هو الرسالة، أو هو عصرنا عصر الصورة، مثل ما عصر الديجيتال صارت الصورة بتحكي عن قد 1000 كلمة، وبالتالي صارت هي الوثيقة وهي التاريخ وهي كل شيء بحياتنا، لدرجة أنه صار كل بيت فيه موهوب. مشاركين اليوم ب5 لوحات بتحكي عن عودة الحياة بالريف الشمالي لمدينة حمص بعد انتصارات الجيش العربي السوري، وفي عندك بعض اللقطات للأطفال، وحبينا نشارك بهذا المعرض لنظهر فن التصوير الضوئي باعتبار أنه بهذا الزمن صار في كتير صور عم نشوفها غير صحيحة، يعني بالنسبة لقراءة الصورة أو للنظر هي غير صحيحة. أعمالي هلأ اللي مشارك فيها هي بتضم مجموعة من الأفكار، قبل كل شيء عندي التراث، عندي التاريخ، عندي الطفولة، عندي البناء الأسري، عندي الطبيعة، أنا مشارك فيهم هذا. والهدف من مشاركتي بالأعمال رؤية فوتوغرافية لشان هالناس تستمتع فيها. الصور المشاركة عكست أسلوب كل مصور من زاويته الخاصة لتوثق العدسة لوحات بصرية من حياتنا جمعت بين الواقع والفن. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.